أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال استقبال سيادته فيليب لازاريني وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وخلال استقباله باتريشيا اسبينوزا سكرتيرة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وأن يعني تغير المناخ أكد الرئيس السيسي سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسكو الأخيرة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين أوّنروا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مفوض وكالة الأونروا مؤكدا سيادته دعم مصر المطلق للوكاله للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الاساسيه والضروريه للاجئين الفلسطينيين ولكونها الاليه الوحيده التي تقوم بهذه المسؤوليه الانسانيه المهمه لتحسين اوضاع الفلسطينيين بالاراضي الفلسطينيه خاصه في مجالي التعليم والصحه كما اشار السيد الرئيس في ذات السياق الى ان مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافه الاطراف الاقليميه والدوليه على اهميه تقديم الدعم اللازم للاونروا، لا سيما مع الظروف الماديه التي تواجهها والتداعيات السلبيه المترتبه على جائحه كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمه في دعم بعض المشروعات الخاصه بالوكاله، وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصه من خلال المبادره المصريه لاعاده اعمار غزه، والتي دخلت في مرحلتها التنميه. فيذية الثانيه من جانبه اعرب السيد لازاريني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مستعرضا دور وكاله الاونروا والتحديات الحاليه التي تواجهها في ظل تفاقم الاوضاع على المستويين الاقليمي والعالمي مؤكدا تعويل الاونروا على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكاله لمواصله دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين كما أشاد مفوض الأونروا بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة والتي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخذة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بأعادة أعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيده باتريشيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان تغير المناخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه والدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه السيد الرئيس اكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الامم المتحده فيما يتعلق بقضيه تغير المناخ وتاثيراتها على العالم والتطلع الى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمه المناخ العالميه القادمه كوب 27 في شرم الشيخ وذلك في اطار سعي مصر للبناء على ما تم انجازه من نتائج خلال قمه جلاسجو الاخيره بهدف الوصول لحلول والتزامات عمليه قابله للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهه التحديات المناخيه وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك من جانبها اعربت السيدة اسبينوزا عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس وتطلعها لان تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدة في هذا الاطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشان ملف تغير المناخ، فضلا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئه ودعم التحول الاخضر ومجابهه ظاهره التغير المناخي بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء والتحول لوسائل النقل النظيف واصدار السندات الخضراء وكذا اعتماد الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ 2050